الغداء بتاع المدرسة. أنا بتاع المدرسة. صورت الامتحان اللي فات رحت قلت قبل كده. المرة اللي فاتت اتكلمت معاك في الامتحان العربي مش لقيتك واقف وعمال تتكلم وتسأل ده وتسأل ده. الامتحان كان حلو في مستوى الطالب المتوسط والشاطر، مفيش اسئله لفه ولا اي حاجه. القصه كانت اصلا جايه من الشابتر 1 والجزء الاول اصلا، كان في دكات في الفايل ده مستيك والحمد لله وبس كده. بس الحمد لله الامتحان كان كويس جدا. بس الامتحان كان في دكات كتير والترانسليشن كانت رخمه، كان في دكه في الستوري، الستوري كان فيها كلمات غريبه كده. الفايل يعني امتحان حلو ولا وحش؟ إذا حد امتحان يعني طاس بس في حاجة كتير خبطت. إيه رأيك في تسريب النهاردة الصبح؟ تسريب الامتحان. هي حاجة بصراحة مش حلوة فكرة التسريب دي، وبعدين هما بيضغطوا علينا إحنا إن هو لما بيتسرب إحنا في الآخر اللي بنتضرب. أنا بقى جمال. إمبارح اتسرب الصبح اتسرب امتحان، وبالليل اتسرب امتحان، والصبح النهاردة اتسرب امتحان، وده ضغط على أعصابنا، وجه امتحان غير اللي هما سربوه خالص. هما اللي بيفتحوا الموبايلات في الاخر، برضه الاجهزه دي